الشأن المغربي، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن أمس من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 6 أفراد ينشطون بمدن تطوان ومارتيل والدار البيضاء موالون لما يسمى بتنظيم داعش. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن المعطيات الأولية تؤكد أن أفراد هذه الخلية تربطهم علاقات وطيدة بمقاتلين بفروع داعش يسعون لإيجاد موطئ قدم لهذا التنظيم الإرهابي في المملكة تماشيا مع استراتيجيته التوسعية خارج قواعده بالساحة السورية العراقية. ويضيف البلاغ أن المشتبه بهم في هذه العملية سيتم تقديمهم أمام العدالة بعد انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة. ولتسليط الضوء حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي عبد الرحيم منار السليمي. أستاذ عبد الرحيم، أهلا بك. سيدي، كيف تنظرون إلى هذه العملية الجديدة للمصالح الأمنية المغربية؟ أعتقد بأن كل التقارير الأمنية تشير إلى أن درجة الخطر لا زالت مرتفعة، ويبدو بأنها من خلال الخلايا التي يتم تفكيكها أنها موزعة جغرافيا. هذه المرة هناك المناطق الشمالية من جديد، أتحدث عن هذا المثلث الذي يتمحور حول منطقة مارتيل وتطوان، وهناك الدار البيضاء. الخارطة الجغرافية هي دائما يبدو بأنها هناك دائما إعادة انتشار لهؤلاء الأفراد المرتبطين بهذه الخلايا. مسألة الاستقطاب والتجنيد لا زالت متواصلة رغم الحصار المضروب على التنظيم في الأراضي السورية والعراقية، فيبدو بأن التنظيم لا زال يعتمد على العديد من الأفراد الموجودين في المغرب من أجل استقطابهم لما يمكن أن نسميه بالتكوين والتدريب والعودة إلى القيام بعمليات إرهابية داخل المغرب. هناك عمل استباقي كبير لا زالت تقوم به الأجهزة الأمنية للوصول بناء على معلومات إلى الخطر قبل أن يتحول إلى عمل إرهابي ينفذ. كل هذه المعطيات تشير إلى أن الخلايا لا زالت خطيرة جدا، رغم أن بعض التقارير العالمية تشير إلى التراجع الذي يجري اليوم في سوريا والعراق، ولكن المثير هو أنه رغم التراجعات لا زالت مسألة الاستقطاب والتدريب متواصلة. ومن المتوقع أن يعلن عن تفكيك خلايا أخرى على اعتبار أن الوجهة اليوم باتت قريبة هي الأراضي الليبية ومراكز التكوين. هناك بعض الإشارات التي تقول بأنها باتت موجودة في الأراضي الليبية، ماتت موجودة في الجنوب الليبي، موجودة أيضا في الجنوب الجزائري، موجودة في المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا. لهذا يبدو بأن هناك محاولات إما تأتي من الجنوب وإما أنها تأتي من الشمال، ولكن لا ننسى بأن المرحلة هي دائما مرتبطة بعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين تلقوا التدريبات فوق الأراضي السورية. ويبدو بأن هناك ما يمكن أن نسميه بعملية تواصل، أحيانا أشخاص لا يعرفون بعضهم يتم استقطابهم وتجميعهم مثلا في المطارات من أجل أو في بعض المنافذ الحدودية من أجل عملية ترحيلهم ثم العودة. والخطير في الأمر أنها أسماء تكون أحيانا مغمورة ليس لها سوابق، هذا هو الخطير. وقد لاحظنا هذه المسألة مثلا في آخر خلية المرتبطة بالقيادي الذي جاء من الأراضي التشادية وعبر النيجر وصل إلى طنجة. اليوم هذا التفكيك المثير فيه هو المنطقة الشمالية، هذا مع العلم أن هناك اليوم هناك نوع من التواصل بين بعض الأفراد الموجودين في المناطق الشمالية مع داعش أوروبا، وهنا تكون الخطورة مرتفعة مع ملاحظة أنه دائما المداخل تكون هي المداخل المرتبطة بالمطارات والمرتبطة بالمنافذ الحدودية. وقد طيب تزداد هذه الخطورة، تزداد هذه الخطورة مع موسم العودة، أتحدث عن العودة من أوروبا والعودة من مناطق أخرى. نعم أستاذ عبد الرحيم، كيف تقرؤون تعاطي السلطات الأمنية مع المخاطر الإرهابية إلى غاية الآن؟ سأعطي هنا فقط مثال من آخر ما ورد من تقرير الخارجية الأمريكية حول حالة الإرهاب في العالم. فكانت هناك إشادة خاصة
بالمدرسة الاستخباراتية المغربية ركزت على هذه النقطة وركزت على العمل الكبير الذي يقوم به المكتب المركزي للأبحاث القضائية كتجربة ما يسمى بالFBI المغربي الذي استطاع أن يجنب المغرب أولا ويجنب أوروبا عن طريق الوصول قدرته الوصول إلى المعلومة وتتبع خارطة المخاطر العالمية. هذه إشارة وردت صدرت يوم أمس عن طريق التقرير الذي حول حالة الإرهاب في العالم ويشير إلى المجهودات التي يبذلها المغرب ويشير إلى ما يمكن أن نسميه اليوم بالنموذج المغربي عن طريق المدرسة الاستخباراتية المغربية في مكافحة الإرهاب والتصدي للخطر قبل وقوعه. نعم، المحلل السياسي عبد الرحيم منار سليمي، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.